شفت يا عمو الكردان جيلك يا الماظ الشغلانه، لقيتك بتكلمني الصبح حسستني ان انا من الناس المهمه في البلد. انا لقيت رقمك في الفي اي بي نمبرز اللي موجود عندي في الشركه. في اي بي يعني شخصي جامد. انا شاري رقم حضرتك ب 6000 جنيه. شاري رقم انا ب 6000 جنيه؟ اه اديني 500 جنيه واديهولك عادي. انا شايف ان شخص ايمج زي حضرتك لازم يقعد في مفيدا. في حد قاعد معانا ولا مين الايمج ده بقى؟ لا انت. انا ايمج؟ اه اه يا عم انا مؤمن الحلاوه عادي. مفيدا التجمع الخامس. لا يا انا عايز اقعد هنا عندنا في المربع يعني من اوروبا والكلام ده مش يعني في دماغي بس مش دلوقتي فاهم. انا جايب لك شقه صاحبها مستعجل عشان مسافر عايز فيها 16 مليون 250. بتقول سعر الشقه؟ الشقه 16 مليون 250 بس هنحتاج ننزل لك ابلكيشن وباركود وكده عشان تقدر تخش من على البوابه لو جاي لك مثلا حاجه من طلبات. لا بفضل الله معلي الثوابت. واقل داون بيمنت ممكن تدفعه في التاريخ. داون بيمنت اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يعني الديبوزيت او المقدم يعني. المقدم؟ اه انا معايا 50000 في البنك ممكن اسحبهم بكره. ممكن نشيل حاجه في الفردوس، النرجس، ماونتن فيو، حاجات اقل يعني. لا لا انا بفضل الله مبطل كيوف بقالي شويه يعني اللهم لك الحمد يعني عايز ابقى انسان جديد يعني. بدور على حته مشروع صغير كده ترابيزتين بلياردو على اتنين برينج على كام جهاز بلاي ستيشن وباذن الله ترزق يعني. لا في مفيدا في كل اللي حضرتك بتقول عليه في ملاعب بدل وفي كل حاجه بدل ايه بقى؟ سويني. بدل ما اقوم ادور حكايه سويني. سويني. سويني.